السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار إن شاء الله نتكلموا على العوامل المؤثرة على الخصوبة والبرود الجنسي عند الأنانيم. إذن طبعا كل المربين المبتدئين يشتكون من مشاكل الخصوبة عند الأنانيم أو انخفاض الخصوبة. إذن ما هي العوامل يعني المؤثرة على الخصوبة؟ العوامل المؤثرة على الخصوبة هي كثيرة، وأولها وهو العلف الرديء، أي يجب اختيار السكاليم المزود بالفيتامينات الخاصة بالخصوبة. وكذلك أن يجب أن يحتوي على البروتين والكالسيوم والفوسفور. ثانيا يجب تطهير القنوات المياه سواء كانت في الأنابيب أو في الطاسات، مثل هذه الطاسة مثلا خاص أنها تكون يعني مرة مرة تنقيوها كما كتشوفوا معايا أنتم، راني داير فيها هنايا الثوم، أنتم إلا لاحظتوا معايا راه فيها الثوم، بحال هاد الطاسات هادو مرة مرة حاولوا أنكم تنقيوهم هذاك الماء، ما تخليوش بزاف تيولي كاع يعني فيه واحد التراب ولا شي وسخ. المهم أنكم يعني تنقيو، لأنه إذا لم تنظف يعني هاد القنوات ديال المياه كتطلق واحد السموم عالية. وكاين عاوتاني مياه الابار، كاين كيستخدم مياه الابار، حتى هي كتاثر بشكل كبير على الخصوبه. اذا هذا من جهه. كاين واحد النقطه، هي نقطه ثالثه، اي وهي اي نوع من الحالات المرضيه ممكن ان يؤثر في انخفاض الخصوبه ايضا. مثلا الرشح، يعني شحال واحد كيسولني على الرشح، هو الزكام ببساطة، هو الزكام. كذلك الجرب يعني حتى هو كيأثر بشكل كبير على يعني انخفاض الخصوبة. وكاين عاوتاني التهاب العرقوب. التهاب العرقوب كيأثر بواحد الشكل كبير على الخصوبة، وكيأثر على الانخفاض ديالها. وكاين الكوكسيديا وهو الإسهال كذلك كيأثر بشكل كبير على الخصوبة. يعني باش نفهموا ما هي الخصوبة، وهي قابلية الأنثى للتلقيح. شحال من واحد كيعطي الأنثى كيعطيها باش تلقح وما كتبغيش تلقح، بحال اللي كتبقى تخاف، إما كتغوت إما كتهرب، هذاك هو انخفاض الخصوبة. وكذلك ماشي كنوجدوها غير عند الإناث، كنوجدوها حتى عند الذكور. وهناك حالة وهي في الحالات المرضية، فممكن للأم أن ترفض أن تمرض، عفوا كتمرض بعد التلقيح مباشرة، كتمرض كيجيها شي مرض. ممكن كيحدث امتصاص ل ان يعني الاجنه، يعني في وسط احنا كنقولوا النطفه او الاجنه، كيحدث امتصاص داخلي فلا يكتمل الحمل. هذه نقطه. رابعا وهو عامل الاضاءه ضروري للانانب ان ترى النور على الاقل لمده 16 ساعه. وإلا ما عندكمش النور ديال الشمس، يعني إلا ما عندكمش شرجم ولا مثلا دايرين واحد العنبر أو بيت مثلا وما داخلاش الشمس، ممكن أنكم تستعنوا بالتيار الكهربائي، يعني بولا أنهم خصهم يشوفوا النور. ماشي لأن السبب علاش خصهم يشوفوا النور، لأن تزويد شبكة العين بالنور يقوم باشتغال ما يسمى بالغدة النخامية، الشيء الذي يحرك معدل الخصوبة خاصة عند الإناث.
هذه نقطة مهمة، حاولوا أنكم يكونوا الأرانب ديالكم يشوفوا النور، ماشي يكونوا كابرين غير في الظلمة، هذه النقطة مهمة. خامسا وهو الشيء الأهم في هذه الحلقة، وهو أنه يجب أن تكون السلالة جيدة لضمان ارتفاع الخصوبة، ماشي نجيبوا واحد السلالة يعني من السوق مثلا مولها غير يعني كان دايره له المشكل وهو بغى يتفك منها، وحنا نشريوها عليه ويعني من الصغر ديالها فيها المشكل، واننا نقولوا ان المعدل يعني المعدل ديال الخصوبه ديالها راه منخفض، لا هذاك الشيء ممكن يكون حتى وراثي، ممكن يكون وراثي. وكذلك كاين نقطه اخرى، كتكون الخصوبة منخفضة عند إعطاء الأنثى للذكر في سن مبكر، في سن مبكر يعني قبل الخمس أشهر الأولى ديال يعني قبل ما توصل الخمس أشهر، كاين اللي كيزرب كيقول هو صافي راه الحجم ديالها كبير ماشي مشكل نعطيها الذكر، ملي كتعطيها الذكر كون متأكد أن ما كتكونش خدامة، صافي كتولي هذيك الأنثى ما غاديش تخدم معاك، غادي تولي ما قابلاش للتلقيح، الخصوبة ديالها قليلة. يعني ملي كنقلبوا يعني الرحم ديالها كنلقاو ديما بيض، ما عمرو ما كيحمر، لأن ملي كنبغيو نعطيوها الذكر خصنا نقلبوها خصها تكون الرحم ديالها يكون أحمر، يعني أحمر مدمم، حنا نقولوا مدمم فيه الدم، ملي تشوفوا احمر عرفوا راها قابله للتلقيح، هذه غير تعطيوها للذكر انها هي غادي تمشي راسها انها غادي تقبل انها تلقح، كتبقى تهرب منه المره الاولى المره الثانيه صافي، يعني كتعطيه انه يتزوج معها. اذا هذا من 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 جهه. كاين حتى كثره الاجهاد، وهذا حتى هي نقطه مهمه، وهي اننا نشدوا الانثى منين تولد وهي باقة يعني ما ضعيفة، حيث كاين الأنثى اللي كتولد وكتكون شادة في صحتها شادة راسها، وكاين نوع آخر ملي كتشد يعني يعني كتولد كتضعف، كنقولوا حنايا صافي ولا العمود الفقري ديالها يعني العمود الفقري ولا كيبان كاع، يعني ملي كتكون عاد حاملة كتكون منفوخة، ملي كتولد كتفش، ولكن هذاك كتفش كل وحده عندها الطريقه ديالها، كاين اللي كتفش كتولي يعني ضعيفه بزاف، هذيك خاصنا نعطيها واحد الفرصه واخا غير 15 يوم ولا باش ترجع القوه ديالها وتقدر انها تكمل معنا. يعني ديك توالي الخلفات كاين اللي كيديرهم، ولكن في واحد النوع من الامهات، يعني منين تكون الام كتبان لك قاده ماشي نتايا هي ضعيفه وتعطيها الذكر مره اخرى صافي القابليه ديالها ديال الخصوبه كتولي ضعيفه ما كتبقاش غاديه معك بطريقه داكشي اللي كنتي متوقعو مرة الاولى. اذا هذه الحلقه ديالنا راه حلقه مهمه، حاولوا انكم تفهموا اسمه هي البرود الجنسي، اسمه هو انخفاض يعني معدل الخصوبه عند الاناث، كيفاش نرفعوه، كاينين الطرق ديال العلاج هذيك بوحدها، ولكن كاينين الحوايج اللي حنايا يعني غادي غير حركات نقوموا بها، ملي نشوف واحد الحركه يعني دارها مربي محترف ما غاديش تلقاوه هو اللي دارها المربي اللي غير عادي، كاين اللي كيشد النتوه مثلا كيبيتها مع الذكر، ملي كينوض الصباح كيلقى مثلا عادها او كيقول لك لا باش تشد 100%، لا كاين التلقيح كيكون جوج مرات، المره الاولى كيطلع فوق النتوه كيلقح مره كتعطيه فرصه اخرى عاوتاني في نفس الوقت كيلقح عاوتاني، كتشدوا الانثى كتعليو لها رجليها شويه الفوق واحد جوج دقائق ثلاثه دقائق، راه سبقت راني هضرت عليها واحد النقطه باش يعني ما يحدثش هناك تبول ممكن انها ترمي هذاك السائل المنوي صافي والله كيجيب التيسير. اما باش نكونوا غالطين في القضيه ديال هاد العوامل اللي ذكرت، هذيك يعني سوء التعامل مع هذيك الانثى، حنا ما خصناش نكونوا
ساذجين في التربيه ديال الارانب، انما نكونوا اذكياء باش الله يجيب لنا التيسير ويكملنا المشروع. الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.